طيب النهارده مفيش ماتشات كتير في مختلف الدوريات، يعني عدد من المباريات القليله، ودايما يوم الاثنين بيبقى ماتشاته مش كتيره، الماتشات بتبقى اكتر على مدار يومي السبت والاحد يعني. فبالتالي خلينا نبتدي بالدوري الانجليزي. النهارده في ماتشين بس في الدوري الانجليزي وختام الجوله رقم 31 من البطوله القويه جدا من البريمير ليج، واللي يعني بتوشك على الانتهاء وقربت تخلص خلال 7 مباريات متبقيه في هذه البطوله. ويست بروميتش ألبيون هيلعب مع ساوثامبتون مباراه الساعه 7، وايضا برايتون هيلعب مع ايفرتون المباراه الساعه 9:15. اما بخصوص الدوري الاسباني ففي مباراه وحيده، سيلتا فيجو مع اشبيليه، المباراه دي هتكون الساعه 9 بالليل. الدوري الايطالي مباراه وحيده ايضا ما بين بينيفنتو وساسولو، مباراه هتكون الساعه 9 الا ربع مساء. دي اهم وابرز المباريات. لكن عندنا حديث بقى ايه غايه في الاهميه وتفاصيل كتير جدا تتعلق بالنادي الاهلي وتتعلق بكواليس مهمه بخصوص ما حدث بالامس في مباراه الاهلي والزمالك مواليد 99، فريق الشباب واللغط الكبير اللي حوالين المباراه دي. تفاصيل